مشاهدينا مساء الخير، ورحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الشهري 90 دقيقة للإقناع. نقاشنا هذا المساء سنخصصه لحزب مثير للجدل يقول مؤسسوه إنه جاء كتعبير عن اليأس من إصلاح الأحزاب القائمة. معارضوه لا يرون فيه سوى محاولة لضبط المشهد السياسي. رد الفعل الغاضب لم يعرقل مشروعا بدأ قبل 4 سنوات، حينها لم يكن هناك ما يوحي أن بإمكان قوة أخرى مواجهة الحزب الصاعد، لكن السياق والظروف إقليميا ووطنيا تغيرت وفاجأت الخاسرة والرابح. الأصالة والمعاصرة في 90 دقيقة للإقناع. الأصالة والمعاصرة اليوم في المعارضة في معارضة العدالة والتنمية، والصورة أقرب للصراع بين توجهين يكبر الجدل السياسي بينهما كل يوم. ما الذي يقدمه الأصالة والمعاصرة للمشهد السياسي؟ هل يكسر الجمود أم يكرسه؟ هل تتغير صورة الأصالة والمعاصرة لدى الرأي العام بتغير موقعه؟ وماذا عن تماسكه الداخلي؟ ماذا عن نخبه ومستقبله؟ سنناقش موقع الأصالة والمعاصرة ومعه مأزق السياسة ببلادنا أو موتها كما يقول فاعلون ومحللون. سنناقش هذه المواضيع وأخرى مع أهم مؤسسي وقيادي الأصالة والمعاصرة السيد إلياس العمري لأول مرة على بلاتو ميدي ان تي في. سيد العمري مرحبا بكم. مرحبا وشكرا لقبولكم هذه الدعوة. كان بودنا أن يحضر معنا هذا المساء حزب العدالة والتنمية، لكن دعوتنا لم تستجب. يسعدني أن أستضيف الصحفي رئيس تحرير جريدة المشعل زميلي عبد العزيز كوكاس، مرحبا بك في بلاتو 90 دقيقة للإقناع. وسيرافقني كالعادة زميلي سعيد العربي من قاعة تحرير ميدي ان تي في. فعاليات مدنية وسياسية حاضرة معنا أيضا سنتعرف عليها لاحقا، وأدعوكم أنتم مشاهدين لطرح أسئلتكم وأفكاركم. يمكنكم أن تتفاعلوا معنا عبر الرسائل القصيرة SMS على رقم 58 50، أو عبر صفحاتنا على المواقع الاجتماعية فيسبوك وكذلك تويتر. كما يمكنكم أن تتفاعلوا معنا عبر موقع البرنامج الإلكتروني www.mediantv.com/90minutes. قبل أن نبدأ نقاشنا نتوقف عند هذه المحطات في مسار ضيف 90 دقيقة للإقناع. بورتري ابن الريف كان مقدرا له حتما أن يكون متمردا. ولد بجماعة كور قبل 45 سنة، ولد في أسرة ريفية من 13 فردا. انتماؤه لهذه المنطقة يقول رسم من دون شك مسار حياته. انتماؤه الجغرافي واللغوي لمنطقة منسية لعقود أيقظ وعيه السياسي في سن مبكرة. لم ينس يوما قصة مصادرة أراضي ساكنة القرية لبناء سد عليها، احتجوا واعتقلوا ثم سجنوا. كان الرجل طفلا لم يتجاوز عمره 11 سنة. كانت تلك بداية النضج. فهم لاحقا أن الأهم هو امتلاك القدرة على التعامل مع الواقع. شارك في أحداث 84 وانخرط في العمل السري، وكانت أهم أفكاره في نهاية التسعينيات تأسيسه جمعية لضحايا الغازات السامة بالريف. ابتعد الرجل عن المبادرات المحلية ليعانق مشروعا أكبر ودوائر أكبر. كان من مؤسسي الحركة لكل الديمقراطيين. دافع عن ما وصف حينها بالمخلوق العجيب، دافع قائلا إن الحركة لم تكن قرار أشخاص بل ضرورة المرحلة، ويردد أن الشك لم يراوده أبدا حول المشروع. لكنه اختار الابتعاد حين بدأ التفكير في الانتقال لتأسيس حزب. عاد ومع توالي انتصارات الوافد الجديد وتحوله لحزب الأصالة والمعاصرة خرج الرجل شيئا فشيئا من الظل، وصفته المنابر الإعلامية بمهندس معارك الأصالة والمعاصرة الكلامية منها والاستراتيجية. لم يكن حينها عضوا بالمجلس الوطني، لم تكن له أي مسؤولية، لكنه ظل في عناوين الصحافة وأروقة الحزب أبرز قيادي البام. الآن أعلنت الصفة، وكان دخوله للمكتب السياسي باقتراح من أمين عام الأصالة والمعاصرة الجديد. صوره لم تعد نادرة كما كانت في السابق.
هو اليوم في مقدمة الصف، لكنه يكره أن ينعت بالرجل النافذ ويحب أن يردد أن لا طموحات لديه وأنه بكل بساطة يحلم بالتقاعد المبكر. عن موقع الرجل وموقع الحزب، عن مشروع الأصالة والمعاصرة، وعن ما بات يعرف بصراع التيارات المحافظة والحدافية يتحدث إلياس العمري، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، في 90 دقيقة للإقناع. سيد عمري، أعلنتم أن سنة 2012 ستكون سنة الاعتزال والابتعاد عن السياسة، ما الذي جعلكم تغيرون رأيكم؟ بداية أزول ثم سويثمان يتخزان قل المغربي مخجة ومبروك رعيدة مقران دونزا. بداية شكرا لكم وشكرا لجميع المشاهدين عبر التراب الوطني وخارج التراب الوطني، وهنيئا بالعيد السعيد، وهنيئا أيضا بأمطار الخير لهذا اليوم. الذي جعلني ليس أستني في النشاط، ولكن غادي ندخل المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة اعتبار واحد. أنا قلت إبان المؤتمر، ننسى لنا محطة المؤتمر بأنني سأغادر الحزب تنظيميا وليس سياسيا. قلت بهذه العبارة غادي نبقاو دافع على هذا المشروع ولو جلست بوحدي أنا والكراسة على المشروع، لأن أنا أنتسب للمشروع وليس للتنظيم. قلت بأن سأبقى مع إخواني وأخواتي في هذا المشروع إلى حين انتهاء انتخابات الجماعية، وأنني سأساهم من موقعي في إدارة الانتخابات الجماعية. الحكومة أجلت انتخابات الجماعية لأن كانت من المفروض أن تكون قبل نهاية 2012. إلياس العمري أجل يعني التقاعد دياله المبكر تنظيميا من الحزب. هناك سنة أخرى، رقم سنة توقع هذا السؤال، هذا السؤال يجب أن يطرح على رئيس الحكومة. هو اللي غيعرف فوقاش غادي يجيب المشاريع، القوانين المنظمة للجهة، هو اللي كيعرف الانتخابات المحلية فوقاش غادي تكون. وأنا أعاهدك كما عاهدت مناضلي ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة، وأعاهد نفسي بأنني سأعتزل أقول تنظيميا. سيد عمري، توصفون بالرجل القوي، توصفون بكلمة الرجل النافذ داخل الأصالة والمعاصرة تتردد بشكل كبير، اسمكم يتكرر أكثر من اسم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يتكرر أكثر من اسم رئيس المجلس الوطني، كيف تفسرون هذا الموقع داخل الحزب؟ للنديا، أولا هذا وصفك الرجل القوي. ثانيا إلا مشينا بهذا المنطق ديالك، هذا ليس منطق يا سيدي. واش مثلا هذا ليس منطق؟ يعني اسمك انت موجود اكثر من اسم مدير العام. انا اطرح السؤال عنك سيدي. لا انا اتكلم عني، لا اتكلم عنك سيدي. لا انا كنقول لك، غير المنطق. المنطق ماشي لانه موجود، ربما موجود لانني اشتغل، وهذا لا يعني بان الاخرين ما كيشتغلوش. موجود ربما انت استاذتي يعني كتقراي غير هذوك اللي كيكتبوا عليا، ما كتقرايش اقراوا الجميع واطرحوا. لذلك لا يعني التسميه موجوده تتردد وتردد على الصحافه بشكل كبير، ويعني السؤال مزيان، هل لكم هذا الموقع؟ هل لكم تحظون بهذا الموقع؟ ما معنى الرجل القوي؟ ما معنى الرجل القوي؟ يقول هل انا رجل قوي او لا؟ ما معنى الرجل القوي؟ والذي يشتغل اكثر؟ والذي ينام اقل؟ والذي ياكل اكثر؟ والذي ياكل القليل؟ هو اللي كينوض كيدير الرياضه الصباح؟ اللي كيمشي؟ من هو الرجل القوي؟ من هي المراه القويه؟ لست بقوي؟
إنني كباقي الناس. إذن أنتم كأي قيادي وكأي عضو بحزب أصالة والمعاصرة، كأي مواطن، كأي مواطن، أتكلم عن موقعكم داخل أصالة والمعاصرة. فالمواطنين عندهم موقع داخل أصالة والمعاصرة. طيب هناك سؤال أيضا، هناك أيضا سؤال يتردد بقوة أيضا ويقول بأن أليس السر في هذا النفوذ بين معقوفتين إذا أردتم الذي تتمتعون به داخل بام هو علاقتكم الوطيدة بمؤسس الحزب؟ من هو مؤسس الحزب؟ أنتم تعرفون من هو مؤسس أبدا الحزب؟ أنا أعرف بأنه الحزب أسسته مجموعة من المناضلات والمناضلين. يمكن سيدتي تقول لي من هو مؤسس الحزب؟ اسم الحزب، الحزب ارتبط باسم واحد وأنتم تعرفون هذا الحزب سيد إلياس العمري. ولكن سيدتي ولو كان الاسم ارتبط بإلياس العمري ولكن ليس بحزب إلياس العمري. هل كل من يصادق إلياس العمري هو قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة؟ هل كل من يجالس إلياس العمري هو حزب وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة؟ أو من يناقش إلياس العمري؟ أبدا. العلاقات شيء، ما أما حزب فهو نتيجة لفعل نضالي. الأصالة والمعاصرة ليس قرار أفراد طيب. أو فرد. حزب الأصالة والمعاصرة ارتبط باسم فؤاد علي الهمة. طبعا ارتبط باسم فؤاد علي الهمة، ويقال بأن نفوذكم داخل هذا الحزب راجع لعلاقتكم الوطيدة بالسيد فؤاد علي الهمة. يعني حتى نسمي الأمور بمسمياتها. شكرا. تفضل. أولا حزب الأصالة والمعاصرة لم يؤسس بقرار شخص أو أشخاص كما مجموعة من الأحزاب الأخرى. حزب الأصالة والمعاصرة جاء في إطار سيرورة تاريخية كما أسميه، جاء كضرورة تاريخية، كضرورة تاريخية للتعبير عن حاجة سياسية لبلدنا. ماشي هو البديل، ماشي هو الوحيد، ولكن هو هذا الحزب من جملة الأحزاب التي أسست بمقتضيات شروط ذاتية وموضوعية. طيب وسنتكلم عن هذه التضحية. ووجوده واستمراريته ليس مرتبط لا بالشخص إلياس أو بشخص فؤاد أو بشخص فلان أو فلانة، بقدر ما استمراريته مرتبطة بقدرة على إقناع المواطنات والمواطنين بتصوره لمشروع المجتمع. طيب سنتكلم عن هذا المشروع بإسهاب. نبغي نعطيك الكلمة بعجالة عبد العزيز، تعليق سريع حتى ندخل للمحاور. الباب بالضبط نلاحظ بالفعل أنه ظاهرة ملفتة للانتباه أنه الحزب الوحيد الذي لا يذكر فيه الرقم واحد في البنية التنظيمية، في التراتبية التنظيمية، من حسن بن عدي في الحركة إلى بيد الله إلى مصطفى الباكوري، بمعنى أنه نتحدث عن حزب فؤاد علي الهمة وحزب إلياس العماري فيما بعد. هذه ظاهرة غريبة جدا في المشهد السياسي، يعني عمليا هذه ملاحظة يعني أكثر مما السؤال ديالي هو أنه إذا كان إلياس العماري قد أشرف على الانتخابات الجزئية وعبر وشهد بنفسه أن الأمر يتعلق بفشل وأنه وضع نفسه رهن إشارة الحزب للمساءلة وغير ذلك، الذي فشل في الجزئي كيف يربط تقاعده السياسي بالكلي؟ أولا سي عزيز أهلا بك. هذا الحزب قلتي الحزب الوحيد اللي ما كيتذكرش فيه اسم الأمين العام ولا اسم كذا، لأنه ربما الحزب الوحيد اللي كيشتغل كجماعة، ربما الحزب الوحيد اللي جا في الأول قال لا لشخصنة الصراع في بلدنا، قال من له مصلحة في شخصنة الصراع. هذه البلاد هذه منين شدينا الاستقلال في 56 وهي كاين شخصنة الصراع في كل شيء، في حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية من 56 حتى 72، القمع المطلق، المصادرة المطلق للحريات إلى غير ذلك. شكون اللي دارها؟ قال لك دارها وفقير بعد 72. من 72
حتى 83 قال لك دارها اكس من الى غير ذلك. من له مصلحه في شخصنه الصراع؟ شكون اللي كيدفع بالاعلام الى ولا بالراي العام الى شخصنه الصراع؟ شكون اللي دار الجريمه؟ دارها فلان. قالوا الجرائم كديرها مؤسسات. هذا مشكل الاول، هذا المشكل الاول، هذا مشكل سياسي ومشكل ثقافي وغير موجود في البلدان اللي كتطور بشكل طبيعي ديمقراطيا. انا كنقول كاين شي عائق معين في شي جهه من الجهات يرتبط بالتطور الطبيعي للمسار الديمقراطي في بلدنا، ماشي اليوم ولكن ربما هادشي عنده اكثر من قرن لهذه الثقافه. حاجه ثانيه فيما يتعلق بفشل الحزب في الانتخابات الجزئيه. غادي تسمح لي سي علي صغير نقطعك لانه سنخصص حيزا مهما للانتخابات الجزئيه بعد دقائق لنتكلم عن الموقع السياسي لحزب الاصاله والمعاصره، وهذا ما سنناقش في هذا الجزء من البرنامج، موقع الحزب وزنه صورته، كيف يراه الشارع، كيف يراه خصومه. طيب سي العمري لنبدا بنتائج الانتخابات الجزئيه التي اشار اليها قبل قليل زميلي عبد العزيز. خرج من الحزب خالي الوفاد، هزيمه في طنجة ومراكش. رد الفعل المسؤول يقتضي الاعتراف بالمسؤوليه والاستعداد للمحاسبه، وهذا ما اعلنتم عنه في البدايه، ثم عدتم لتخرجوا مبررا اخر وهو مشاركه وزراء العداله والتنميه في الحمله الانتخابيه. الا ترون ان في اقحام هذه العوامل اعفاء للمحاسبه ولمحاسبه الذات الحزبيه؟ اولا عندي ملاحظات على على البرنامج، على هذا الروبورتاج. نعم. واحد المواطن هضر كمحلل سياسي، واش محلل سياسي ولا منخرط في البام؟ تحدث عن غياب الديمقراطية الداخلية، تحدث عن غياب الشباب، تحدث عن غياب النساء كما ينص على ذلك القانون. وتحدث عن 39 عضو برلماني، وتحدث عن جوج جهات، هذو كلها معطيات خاطئة. كاين 47 برلماني، كاين 6 الجهات، كاين الديمقراطية الداخلية، كاين التمثيلية. إلا ما كانش التمثيلة كما ينص على ذلك القانون يكون الحزب في أعداد الأحزاب الغير القانونية. هذه أول. طيب ثانيا طريقة الكلام داخل الروبورتاج على حزب الأصالة والمعاصرة كأنه كائن أتى من خارج الكرة الأرضية، من شي كرة أخرى. ركوا حزب الأصالة والمعاصرة أسس داخل التربة المغربية، لم ولن ما جابش النواب البرلمانيين كما قيل في الروبورتاج ضدا على القانون الذي يمنع الترحال أبدا. القانون انذاك لم يكن يمنع الترحال. اسمحي لي لا هذا يعني انكم استفدتم من الترحال السياسي. كل استفاد من الترحال السياسي في المغرب، مورس الترحال السياسي في المغرب منذ وجود البرلمان. الحزب الذي اتهمنا بالترحال السياسي في انتخابات 97 كمل الفريق ديالو بالترحال السياسي. اسمحي لي لالا. والقانون ليس ضد الترحال السياسي انذاك، بل اكثر من هذا، انذاك ذهبوا بعض المناضلين من احزاب اخرى وليس من حزب الاصاله والمعاصره الى القضاء. الا لكنتهموا القضاء هنا من خلال حتى هو يرحل. لم يكن هذا واردا بهذا الشكل السياسي. فهذا شيء اخر، لكن شي حوايج يجب ان طيب. دابا نرجعوا للسؤال. الانتخابات الجزئيه كما اشرت، خرج من الحزب خالي الوفاد، تكلمتم في البدايه عن المحاسبه وعن المساءله حتى داخل الحزب، وفي يعني بعد هذه التصريحات خرجتم بتصريحات اخرى تقول بان السبب هو الحضور القوي لوزراء العداله والتنميه في حمله انتخابيه لحزب العداله والتنميه. لالا اكرام تكلمت ومازال كنتكلم على هزيمه مستحقه، وقلت انا كنتحمل فيه المسؤوليه بالدرجه الاولى بحكمي مسؤوليتي باداره
انتخابات داخل الحزب وقلت بانني اضع نفسي رهن اشاره الحزب ومازال كنقول هذا الشيء وهنيت الحزب الفائز هذا شيء طيب. لم اقل بالهزيمه بالنجاح المستحق ما هضرتش على النجاح المستحق نهائيا منين هضرت على وزراء حزب العداله والتنميه بغيت نرسم ثقافه سياسيه معينه انا معاها انتخابات الاخيره 2011 وانتخابات 2007 رجعي للصحافه حزب العداله والتنميه كلها نقدا للوزراء اللي نزلوا للحملات الانتخابيه كتقول انا ذاك حزب العداله والتنميه خص هاد الناس الا بغاو ينزلوا يقدموا استقاله ديالهم وينزلوا لان عباد الله المواطنين كيتعاملوا معهم كوزراء عندهم مصالح ماشي كمناضلين في الاحزاب انا كنقول لا خصهم ينزلوا الوزراء انا بغيت حزب العداله والتنميه هذاك الشيء اللي حرم البارح وحرلو اليوم بغيت غدا يكون حلال طيب. فقط هذه اولا ثانيا بغيت هذا الاعتراف اللي كيدير بام وكيديروا احزاب اخرى بنجاح احزاب اخرى ناسوا كثقافه غدا حزب العداله والتنميه غيتعامل بالمثل فقط وين ناسوا له واحد الثقافه الياس انا دائما لا زال سؤالي قائم رغم عدم اقرار استحقاق الفوز اقررتم استحقاق الفشل بغيت نقول انه انت ربطتي الان بتصريح مباشر للراي العام انه استقالتك او تقاعدك السياسي من داخل هذا مرتبط بانتخابات الجماعيه بمعنى انك تعلن من الان انكم ستشرفون على هذه الانتخابات اقول الذي فشل في تدبيري الجزئي كيف سينجح في الكلي السي عزيز انت كتعرف اللي كيترشح في شي حزب الامانه العامه ديال الحزب وكيفشل ما كيعنيش بان ما غاديش يكون عضو المكتب السياسي ولا المجلس الوطني انا قلت بانني فاشل بحكم انني رئيس اللجنه الوطنيه للانتخابات ما قلتش فاشل بحكم انني عضو راه تتشكل من اعضاء انا مرتبط بانتخابات المقبله ماشي بالضروره كرئيس اللجنه الوطنيه كعضو داخل اللجنه الوطنيه للانتخابات انا اريد ان انتقل لذلك يعني انا مع المواطنين اريد ان انتقل بك الى مساله اساسيه مرتبطه باخر ما كان في الوضع السياسي من خلال موقع الاصاله والمعاصره الان انتم في المعارضه اولا الطبيعه الهويه الايديولوجيه للحزب دائما فيها نقاش مرتبط بشبهه الميلاد ما سماه البعض او بعض من خصومكم بالخطيئه الاولى وهو ارتباط اشاره اساسيه الى وجود شبهه في الميلاد هذه الشبهه يرتبطونها بالاستعانه والاستقواء بالدوله في مجال التنافس السياسي وهذا في غياب ديال تكافؤ الفرص شوف سي عزيز الاستقواء بالدوله او بالذات او بغيرها يجب ان يرضي عليك نمشيو حاجه بحاجه نعم انا غير بس لا راه درتي واحد السؤال طويل وعريض وساترك لك ان تجيب لي عريضا تفضل انا اقول الاخير هو انه التنافس مادام انكم تربطون وجودكم بوجود مشروع حداثي ديمقراطي فنبل الفكره وسائلها ايضا يجب ان تكون نبيله والغايات يجب ان تكون نبيله ايضا وليس فقط الفكره. انا السي عزيز انا كائن سياسي اعرف ذلك ولذلك انا احاورك. انا ماشي مخبر. تمام. ماشي ما عمرني كنت مخبر. ولم اتهمك بذلك. لذلك من الصعب جدا انا شخصيا باش غادي نحدد كيف اليات الدوله يستعملهم فلان او علان. من الصعب جدا انا لسه انا اقول باعتباري صحفي انا لسه متورطا في اي جهه انا يا اخي فقط انقل اراء هي موجوده نعم ساترك لك خليني للتوضيحات فقط خلينا نهضر غادي نوصلوا انا وياك نتفقوا نوصلوا انا وياك نتفقوا نقنعك ولا تقنعني حتى لو اختلفنا ليس هناك مشكل يعني لا تقنعني ماشي بالعكس يجب ان نختلف لنقتنع او نتعلم كيف نختلف فقط يجب ان نختلف لنقتنع نعم حزب الاصاله والمعاصره باش نكون واضحين مع المشاهدين وانا يعني ارتحت لي هذه الفرصه لان ما كانش لي قبل لان منعت منها قبل
انتم لا تتكلمون على بلاتو ميديا تي في اس. لا لا ماشي منعت من بلاتو تي في اس. لا 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 منعت لان استدعيت لي برنامج الحوار يبان هذا الكلام اللي كان غيكون في القناه الاولى من بعد ثلاث ايام ولا اربع ايام باش البرنامج خبروني بان لي ظروف ولكذا على اي اليوم عندي فرصه. انا كنعرف ذاك المنع علاش جاو ونذكروا فيه يمكن تجي مناسبه اخرى نذكروا مع المغاربه يعني بلغه اكثر وضوحا. إن المغاربة اليوم محتاجين ولو دقيقة واحدة ديال الحقيقة ديال الوضوح. دقيقة واحدة ديال الوضوح. حسب الأسرة والمعاصرة أسس كجميع الأحزاب. كما قلت جا نتيجة مخاض سياسي داخل المجتمع. خلق أمل. كونوا صادقين. خلق أمل عن شريحة عريضة من المجتمع المغربي. من مختلف المستويات. سواء في مشروعه سواء في طبيعة الناس الملتفين حوله اللي جاوا من اجتهادات سياسية وفكرية مختلفة مارس السياسة. اعطالوا الشعب المغربي في انتخابات الجماعية ديال 2009 المرتبة الأولى. ملي كنقولوا المرتبة الأولى ماشي شي أغلبية يعني 21% من مجموع الأصوات المعبر عنها آنذاك. هنا فين كاين المشكل؟ فيها جوج مستويات وأنا أقول أمام المغاربة. المستوى الأول مستوى حزب الأسرة والمعاصرة أصيب بالغرور. منين شاف داك الشيء؟ شاف هذيك المكانة قال أنا بوحدي نضوي البلاد. هذا أنا كنقولها. هذا جزء من المحاسبة، هذا النقد الذاتي. نقد ومارسنا النقد الذاتي ونقول لكم فين مارسنا الآن كنمارسوا أمام ملايين ديال المشاهدين ولكن مارسنا داخل الحزب علنيا. نقول لك فين مارسنا علنيا. طيب لنتكلم على هذه الأخطاء. نقول لك فين مارسنا. نتكلم على هذه الأخطاء. هذه الأخطاء الخطأ الأول كان هو الغرور. كما كيقولوا المغاربة أنا بوحدي نضوي البلاد. أنا بوحدي نضوي البلاد. واليوم باش نفكروا بان هاد الشريحه العريضه من المغاربه اللي عطاونا الاصوات ديالهم كيفاش غادي نجاوبوا على الانتظارات ديالهم؟ كيفاش غادي نطبقوا داك الشيء اللي وعدناهم به؟ لان هاد المغاربه ما عطاوناش الاصوات. مشينا عندهم السلام عليكم وعطيو الاصوات حيت معنا فؤاد علي الهمه ولا كاين الياس العمري ولا حسن بن عدي. لا، عطاونا اصوات لان قدمنا مشروع متكامل على مختلف المستويات. قلنا غادي نديروا جماعه نموذجيه ونخلقوا جماعة نموذجية ونخلقوا كذا وكذا. من المفروض كان خصنا نفكروا لأن المسؤولية أكثر، نفكروا كيفاش هذاك الوعود المعسولة اللي عطينا للمواطنين كيفاش غادي نطبقوها؟ كيفاش غادي نلتزموا بها؟ ما درناهاش. نشوة الانتصار كانت أكثر من مساحة التفكير الهادئ في العقل ديالنا. طيب لا لا اسمحي لي، لا لا اسمحي لي. ومشينا في هذا الشيء، مشينا في هذا الشيء وما وهنا تخلق مشكل. هذا المشكل اللي ذكرت لكم عليه في الاول، ولا الحزب يحارب، ولا الحزب يحارب. ولاول مره، ولاول مره ارجو بان المؤرخين يقوموا بدورهم لان ماشي دوري انا. اللي كنقول المؤرخين كما كيقول الدكتور محمود اسماعيل ماشي يعني الاخباريين اللي كيقوموا بتفسير وتعليل ما حدث لاول مره في تاريخ المغرب. اول مره في تاريخ المغرب رجال اعمال، جزء من رجال الاعمال من الاداره بمختلف اصنافها، الوسط السياسي بمختلف الاجتهادات ديالو، بل حتى بعض الدول الأجنبية توحدت وتعاضدت للقضاء وإنهاء هذا المشروع، للقضاء وإنهاء هذا المشروع. علاش؟ علاش؟ أنا مازال كنطرح هذا السؤال. طيب من لنسمي الأمور بمسمياتها سمحتي سي الياس. أنتم تقولون بأن هناك جهات خفية
داخل الدولة تحارب الأصالة والمعاصرة، عن من تتكلم؟ أنا ما كنذكرش على جهات خفية. عن من تتكلم؟ أنا أتكلم عن جهات معلومة. أنا ما عمرني في حياتي ذكرت على جهات خفية. أنتم كتعرفوا اللي كيتذكر على الحيوانات والجهات الخفية ماشي أنا. غنتكلموا على أنا كنذكر على جهات معلومة، كنذكر على المشهد السياسي. من سموا الأشياء هناك تكلموا بروموز، أنتم تقولون بأنكم تخاطبون المغاربة. لا هناك من سمانا بحسب الدولة. لا يمكن أن أنا ما ممكن لا أستعرفي. أنا دوزت ما يناعز 6 سنين في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. أنا ما ممكنش نعطي للناس حق الرد، أنا ممكنش نجبد أسماء لأنني سيدتي. أنا كان عارف القانون ديال 77/03 اش كيقول، لذلك أنا كان احترم، وأنا أول واحد خصني نحترم هذا القانون. أنا حين تقولون بأنكم تتهمون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكن مستعد نقولهم مثلا، حين تقولون بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كان لها دور، حين من تقصدون؟ هذا موضوع آخر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جبتها ما كاملاش 21 يوم ولا شهر. أنا كنتذكر على مرحلة الولادة والتطور. أنا كنتذكر 2009، كنتذكر 2008، كنتذكر 2010. وزارة الأوقاف غادي نقول لك فين جبتها. إلا بغيتي نبداو بها دابا نبداو بها. لأن كنتكلموا على الانتخابات الجزئية، أنا أريد أن نتكلم أولا عن النتائج ثم نعود بعد ذلك نتكلم عن النشاط. أنا ما جبتش وزارة الأوقاف في الانتخابات الجزئية، هذا غلط، هذا ناقل الخبر ما نقلوش صحيح. هذا ما سقط الصحافة السيدة. أنا اللي قلت. نعم حتى نصوب الأمور تفضل. على الإكرام. نعم سيدي. منين كنت بغيتي ديري لي البورتي قلت كي لا مشيتي على ما تقول الصحافة ولا أنت غني تعني غادي تحصلي، غادي تلقاني بأن تزدت في 1917، غادي تلقى بأنه ما نعرف فوقاش كبرت وفوقاش كذا. طيب السيدة في أي سياق تكلمتم عن وزارة الأوقاف؟ سيدتي الآن عندك إلياس هنا. تفضل. إلياس مرحبا يعني بك سيدياس، ونحن يعني نعطيك الكلمة حتى تصوب الأمور. تفضل يعني تفضل. تكلمتم عن وزارة الأوقاف والشؤون. وزارة نعم. الأوقاف سيدتي جبتها بعد ما ساليت على الانتخابات الجزئية، قلت هل الهزيمة المستحقة هكذا هكذا، جيت كنذكر على المشروع المجتمعي، أتكلم على المشروع المجتمعي، كنقول هناك مشروع مجتمعي الآن يتبلور داخل المغرب لسيؤسس لمحاكم التفتيش، سيؤسس للمصادرة المطلقة للحريات الفردية والجماعية، سيستعمل الدين في هذه المصادرة، وأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال المؤسسات اللي كديرها تساهم في هذا المشروع. هذا تحليل. أنا منين كنقرا يوميا مقالات، ما كنذكرش على أخبار، لا كنذكر على مقالات. وهذاك المقال صاحبه يتكلم عن مشروع مجتمعي، ينتقد الأصالة والمعاصرة، ينتقد الاتحاد الاشتراكي، ينتقد العلمانيين، يقول بأنهم إباحيين، بأنهم ملحدين. كان كنلقاه إمام في مسجد محترم، كتخلصوا وزارة الأوقاف، حينما ألقى برلماني ينتمي لهيئة سياسية محترمة عنده إذن بالدروس وبشيء أنبع عباد الله في مساجد وكيدير خطاب، يعني هنا أتحدث عن وزارة الأوقاف المسؤولية. لأن وزارة الأوقاف دستوريا مش أنا اللي أعطيت لي هذا الاختصاص، دستور طيب مسؤولة عن الحفاظ عن استقلال الشأن الديني. ما يمكن السي إلياس، ما يمكن لواحد إلا بالفعل في دائرة التنافس السياسي أنه ما يكونش متصدق مع هذا التصور صحيح، ولكن ما تنساوش الناس ومنافسكم من 2002 إلى خاصة 2007 أنه واحد الاستقواء، يعني واللي ولاو تيتكلموا على الجرار الذي سيكتسح والجرار الذي سيدك الأرض والجرار الذي سيجمع يعني حب تبان وكذا، والناس عانوا
عانى وما تنتكلمش على المراكز، المراكز كانت مراقبة من طرف الإعلام، ولكن في الهوامش الكبرى عانوا الناس من مزاحمة لم تكن متوازنة ولم يكن فيها الصراع السياسي بأدوات سياسية وفي ساحة الانخراط الاجتماعي. كيبان لي مازال السي عزيز ماشي غير هادشي اللي قالوه كان. نعم. هذا السيد اللي واقف قدامك قالوا آنذاك بأن دا السيد جامع معتصم الحبس. اللي هو الآن مدير الديوان ديال السيد رئيس الحكومة. قالوا أكثر من هادشي. ودابا أنا ذاك منين كان كيقول هذا الحزب هذا الكلام أنا كنت كنعذرو كنقول ما كاين حتى مشكل، حزب يمارس الصراع السياسي، حزب ربما ما عندوش منفذ باش يعرف كيف الأمور في الدولة كتخدم كيف إلى غير ذلك إلى غير ذلك. الآن هذا الحزب هو صاحب الشرطة، هو صاحب العدالة، هو صاحب الخبز، وصاحب الماء، وصاحب الكهرباء، وصاحب الهواء. أنا هنا أمام المشاهدين. السي جامع معتصم في الوزراء في رئاسة الحكومة. القاضي اللي دا جامع معتصم في المحكمة السي مصطفى الرميدة. إذا كنت أنا مفسدا وديت هذا السيد أنا كنضع أمام المغاربة. الآن رصير هنا إشارة السيد رئيس الحكومة. إلا كان السيد رئيس الحكومة والوزير دياله في العدل اللي كان أنا ذاك محامي خاطئا يجب أن يعتذر للمغاربة، لأن استبلاد المغاربة مسألة ماشي سهلة. طيب اسمع يعني كثار يعني كثار من هذا الشيء يعني أنت كتعطيني البادية أنا كنعطيك المدينة وكنعطيك بأنه هذا الكلام تقال في عشرات أكثر من ذلك. أنا فتان أنا درت أكاديميزيك كاين بزاف ديال وقالوها وقالها السيد رئيس الحكومه الان والان. طيب احترم الشخصين سمحت لي سيدي. الله يرضى عليك. لا اشخص باش اكون واضحا لان يمكن نستغل هذه الفرصه. اولا اقول هذا البلد بالله علينا كاملين على الحكومه كلها المتعاقبه بالله علينا ما قدرناش لقوا حل 700,000 ديال السكان في الاقاليم الجنوبيه وكنشتغلوا على حل 40 مليون. بالله عليكم وعليا وعليك كل شيء. واش انا من موقعي ها انتم كتشوفوني ها الناس كيشوفوني غندير اكاديميزيك؟ واش الا كنت بالفعل سيد رئيس الحكومه دابا رئيس الحكومه انا كنذكر على المؤسسات ما كنذكرش على الاشخاص ابدا. وانا بغيت هذه الحكومه تنجح صادقا لان نجاح الحكومه نجاح بلادي. فشل الحكومه فشل بلادي. غير ما تسمعوا انا غير نقول لك انا غير نقول لك السي عزيز انا نقول لك السي عزيز في السياق في السياق وشوف ما يحدث في المدينه في مدن كبرى كالرباط وانت كتجيب لي الجرار وكتجيب لي تكلمت عن نقطه مهمه وعدت بنا الى النشاه نشأة الأصالة والمعاصرة وهذا الموضوع ليس بالحديث البالي لأن هناك تصريحات أعادتنا مرة أخرى إلى 2009 وأريد هنا أن أشير إليها. حسن أوريد أشار إلى دور رجال السلطة في دعم الانتخابات التي جرت في 2009 تصريحات تفيد بأن الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية آنذاك في صفوف الولاة والعمال كان الهدف منها تعبيد الطريق للحزب الجديد كي يهيمن على الساحة الحزبية. أنا لن أكرر ما قلتموه في الصحافة ولكن سأطلب منكم تعليقا على هذه التصريحات. تعليق الأستاذة إكرام. السي حسن نوريد صديق بعدين كيعرف السي عزيز بزاف. إلا كان هذا الشيء بصح اللي قال وما بلغش عليه هو والي راه جريمة من الناحية القانونية خطيرة. أولا إلا كان هذا الشيء بصح وما تفتحش تحقيق لان اللي اظن حسب الاسره والمعاصره حد شكايه رسميه نعم لدى النيابه وما تفتحش تحقيق باش نعرفوا واش هذا الشيء بصح. لان الا كان بصح انا كنقولها قدام المغاربه انا غنمشي بحالي من غدا. ولكن الا ما كانش بصح نخلي السي حسن أوريد يدير اللي عجبه يدير القرار اللي عجبه. طيب تعليقكم تعليقكم الان اذا سمحت يا سعد تعليقكم على هذه التصريحات
ليس على الرجل، ليس على تصريحكم على تعليقكم على هذه التصريحات. تعليقات على هذه التصريحات سيدتي، قلت لك الا كان هذا الشيء صحيح وما بلغش عليه الاستاذ حسن وليد راه ارتكب جريمه ديال عدم التبليغ. الا كان هذا الشيء صحيح وما تمش حل حسب الاثره والمعاصره راه جريمه. ولكن اللي ممكن نقول لك، لان السي حسن وليد بعد كرر هذا الكلام وعطى المصدر، والمصدر في نهايه المطاف كيقول في افتتاحيه ولا كذا في واحد المجله بالفرنسيه بلا ما نقولها، الا جبنا الافتتاحيات والمقالات اللي كتكتبوا في الجرائد هذا كلام على هذا الشيء اللي كيتقال على الاثره والمعاصره لنفس يعني اعتقد ماشي خصنا، ماشي خصنا، ما خصناش نطلبوا الان الغاء عقوبه الاعدام، خصنا نخليوها حتى تنفذوا في حسب الاثره والمعاصره ونلغيوها. واخا ممكن سي الياس نتكلموا على المستقبل ايضا الاصاله والمعاصره حتى نستبق الامور عبد العزيز لو سمحتي. لا في السياق فقط، في السياق هذه النشاه وحتى حدود النتائج الانتخابات الجزئيه دائما في اطار هذا البعد هذا. انا بغيت نتصور الياس العماري وحميد شباط ودريس رشكر وفي تكتل واحد من جهه، ومن جهه اخرى هناك حزب العداله والتنميه. هل هذا ممكنا؟ لا تقول لك سيدي عزيز، ملي كنت صغير كان عندي شويه ديال الميول للفنون التشكيليه. يعني يمكن لوحه تشكيليه يمكن تذكروا عليها في السياسه. السياسه سي عزيز هو علم الاحتمالات. نعم، وأضع هذا كان عرفوها كلها، هو علم الاحتمالات. ملي كنقولوا علم الاحتمالات لا يمكن نهائيا من كان يقول في أي زمن بأنه حزب النهضة في تونس يحط يده مع منصف المرزوقي مع العلمانيين، من كان يقول في المغرب بأن سليل الشبيبة الإسلامية يحط يده في استمرارية الشيوعية في المغرب؟ هذا البعد بالضبط. إذا أنا بأن أولا أنا هادو جوج علاش اختارتهم؟ لا أنا اختارتهم. اسمح لي اسمح لي نكمل لك الجواب. هو لا غير نعطيك المعطى، المعطى الأساسي علاش قلت السؤال. نقول لك نكمل كمل الجواب. بناء على جوج الناس، جوج الناس فيهم اولا بغيت نجاوبك على هذه. الله يرضى عليك. لا غير بغيت نعطيك المعطى الثاني باش تكون عندك صوره كامله. ما كنديرش سياسه الاشخاص. لا 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 اتكلم على لا اتكلم على بنيات. انا الاشخاص يمثلون فقط بنيات وما تذكرش على شباب. لا اتكلم عن البنيات، اتكلم على الاتحاد الشرقي. لا حينما قلت انه الياس هو يمثل بنيه، الشقر يمثل بنيه، الشباط يمثل بنيه، الاسماء هنا فقط تجسيد للمسميات. انا اقول هات ثلاثه المكونات الاساسيه، وعلاش قلتها ضمن الاحتمالات الاساسيه السياسيه ايضا بناء على هاد الجوج. قال واحد فيهم اللي هو دريس الشقر على شاطي صوره مزيتو، قال عنكم انه الحزب الوافد كذا كذا كذا. وايضا حميد شباط لانه قال في البام ايضا في المرحلة الأولى ما لم يقله كما يقال مالك في الخمر. هل يمكن الحديث عن طبعة ثانية لميلاد البام؟ لا بعدين أولا باش تعرف السياسة بين الاحتمالات. قال الشقر في المرحلة الأولى الوافد الجديد. نعم. قال في المرحلة الثانية الحزب أصبحت عنده شرعية كذا. قال حميد شباط في المرحلة الأولى إذا إلى عرضوا علي نجي للبام سأنخرط في المبام. ولذلك الأمر قال لا 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 ولكن ضمن الاحتمالات المتسياسية. قال في الأخر الأستاذ حميد شباط قال في الأخر قال في البام ما لا يقوله مالك في الخمر، وأنا قلت وهما قالوا وآخرين سيقولون إلى غير ذلك. منطق السياسة هو هذاك، ماشي كيفاش الآن غادي تلقى بام واستقلال والاتحاد كيسيروا بلديه وحده. الان 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 كتلقى بام وبي جي دي كيسيروا بلديه وحده. اخرى مرتبطه بطبيعه ماشي ابدا ابدا القانونيه، كان دائما هادشي انه ابدا الاستاذ عزيز ماشي الطبيعه القانونيه. لا الاتحاد الشرقي تيكون جدري ومع ذلك الضرورات ماشي ضروره التسيير المحلي. هادو هما المقتضيات
ديال العمل السياسي. هي طبعا السياسة ما فيش عداوة دائمة طبعاً. وصداقة دائمة. ومن هذا الوحيد لذلك جميع الإمكانيات في العمل السياسي هي ممكنة. جميع الإمكانيات هي ممكنة. هو فين كاين المشكل؟ نعم. فين كيتطرح المشكل؟ كيتطرح المشكل في المشروع المجتمعي على المستوى الإيديولوجي. هنا كيتطرح المشكل. هنا كيتطرح المشكل. هنا فين يمكن الذكر واش ممكن نبنيو؟ نبنيو مشروع مجتمعي استراتيجيا. احنا بثلاثة ولا احنا بربعة ولا احنا بخمسة. ما اما نبنيو تجربة حكومية، تجربة التسيير كانت محلية ولا وطنية لمدة محددة في الزمان والمكان فهي جائزة. عرفتي مع من كيحكم في نيكاراغوا؟ مع من كيحكم دانييل اورتيغا؟ مع من كتحكم الجبهة الساندينية؟ كتحكم مع بقايا ديال الكونتراس في الحكومة. في الحكومة. طيب حتى نوصل الحديث انا وحتى نوسع النقاش يا سمحتي سي العمري. حتى نشرك معنا ايضا الجمهور لانه عنصر مهم في هذا البرنامج، نواصل الحديث عن شعبية الأسرة المعاصرة على ضوء الانتخابات. وهنا اريد ان ارحب بشاب يحضر معنا له سؤال يريد ان يطرحه على السيد الياس العمري، نتعرف عليه اولا في هذه الصور ثم نعود لنتابع النقاش. طارق أزوجي الشاب الرباطي والإطار البنكي ذو 27 ربيعا لا يخلف موعده مع العمل الجمعوي كلما سنحت الفرصة بذلك. هو المتتبع النهم لأخبار الأحزاب المغربية ولمستجدات المجتمع المدني. بداياته مع العمل الجمعوي كانت قبل 11 عاما في صفوف الشبيبة المدرسية، إذ ذاك خاض التجربة كنوع من البحث عن متنفس لتزجية أوقات الفراغ قبل أن يتحول الأمر إلى هواية وشغف دائم. طارق وككثير من الشباب يرى أن الأحزاب المغربية مطالبة بمواكبة مستجدات الربيع العربي عبر إشراك المواطن المغربي وبخاصة الطاقات الشابة في اتخاذ القرار السياسي. فالركود بحسب طارق هو ما وسم العمل الحزبي بالمغرب، وحزب الأصالة والمعاصرة لم يأتي بالشيء الجديد للمشهد السياسي عكس ما كان يروج في شعاراته، بل هو فقط رقم ينضاف إلى قائمة الأحزاب المغربية. طارق مرحبا بك. شكرا إكرام، تنشكركم على الاستضافة ديالي في هذا البرنامج. مرحبا. شكر للأستاذ إلياس العماري. أنا جد سعيد بحضوري في هذا البرنامج، وأنا غادي نطرح واحد السؤال مباشرة على الأستاذ إلياس العماري في هذا البرنامج. الأستاذ إلياس في البداية كنا كنسمعوا على حركة لكل الديمقراطيين، حركة اللي غادي تجي ربما غادي تعزل المشهد السياسي، لا تقحم يعني الشريحة ديال المجتمع داخل وإعادة الثقة للشعب المغربي في العمل السياسي ويقحموا في هذا الميدان هذا. من بعد انتقلنا الى حزب لقينا انه اكتسب ربما القوه ديالو من احزاب اخرى، حزب اللي طعم وتشحم احزاب اخرى باطر او لا بطاقات اللي ربما كان عندها واحد كانت قاب قوسين ان عندها واحد الصوره اللي هي سلبيه. سؤال اكثر. السؤال اللي هو انه انتم الان في هذا الاطار هذا وهذه الصوره هذه، حنا تنشوف انه حزب ربما حزب ضعيف جدا، حزب انه ما يمكنش لنا يكون نضعف في الثقه من هنا قدام، علاش؟ انه بنى واحد السيروره فواحد مع ناس اللي ربما حنا ما ناخذش فيهم الثقه. واخا يضيع على ذلك هو ان ربما الجماعه اللي انا كنقطن فيها وهي جماعه يعقوب المنصور مع اقابه المنصور، تشهد انه كيفاش ان هذه الجماعه هذه تتسير من طرف البام، فهي كتعرف مجموعه ديال الاختلالات، مجموعه ديال سوء التدبير. يعني كيفاش انتم يمكن حنا نضعوا الثقه في هذا الحزب هذا من يعني في الانتخابات المقبله؟ شكرا. طارق سي الياس تفضل. طارق ولدي نبدا لك وحده بوحده. الحاجه الاولانيه حركه لكل الديمقراطيين ماشي حزب، كان جمعيه اسست وفق قانون الجمعيات، فيها ناس من احزاب سياسيه مختلفه وغير المتحزبين. التاسيس اساهموا فيها ناس، يعني الناس اللي استمروا، الناس اللي مشاو من مختلف الاجتهادات السياسيه من اقصى اليسار الى اقصى اليمين. وانا عشت لحظه التاسيس والتوقيع على الاعلان واعلان. المهمه ديالها كانت جات لخلخلت المشهد السياسي، ماشي تجيب الناس عندها، لا،
اللي خلخلت المشهد السياسي، حاولت من موقعها شافت تقريبا الخريطة السياسية للمغرب كلها باستثناء من رفض استقبلها آنذاك ولا ما استدعاهاش، وكان حزب واحد على ما أظن، وحزب العدالة والتنمية ما داروا ليش يعني الحركة أو القائمين على الحركة ورئيس الحركة وأعضاء المكتب ديال الحركة يعني ما طلبوش يشوفوا هذا الحزب، الباقي شافوا جميع الأحزاب. هذا شيء، وهذا عمل تطوعي، وانت شاب كتشتغل في العمل الجمعوي كتعرف عمل جمعوي عمل تطوعي، كنديروه في الوقت الثالث، ما كديروش في وقت العمل ديالك، ما كديروش في وقت الانتماء السياسي ديالك إلا كنتي في شي حزب، كتعطي الوقت الأسرة ديالك العمل ديالك الحزب ديالك وكتعطي شوية الوقت العمل الجمعوي. هذوك الناس اللي كتشكل بهم الحركة لكل الديمقراطيين جاو من أحزاب مختلفة، جاو من تجارب مختلفة، مشاو حزب الأسرة والمعاصرة. طبعا عندك الحق، جاب الناس من أحزاب أخرى، جميع التجارب الحزبية في المغرب وخارج المغرب، خذ أي دولة بغيتي، ما كاينش شي حزب كيجلسوا واحد جوج د الناس في ديورهم، فاطمة وسعيد ولد شعيب، كيجلسوا كيقولوا نجيبوا الناس اللي ماشي في الأحزاب. مبادرة تأسيس الأحزاب كلها، شوف أقدم حزب هو حزب الاستقلال مثلا اللي مستمر الآن بقوة، شكل من اجتهادات سياسية مختلفة. شوف آخرهم حزب العدالة والتنمية، جاء نتيجة اندماج جماعات إسلامية مختلفة مع حزب أسس حتى هو قيل بأنه أسس من طرف القصر، هو الحركة الشعبية الدستورية اللي كان كيتأسى المرحوم الدكتور الخطيب. شوف أي حزب، جميع الأحزاب أسست بهذه الطريقة، ماشي غير حزب الأسرة والمعاصرة فقط. الجديد في حزب الأسرة والمعاصرة وهو ربما أثار ضجة أكثر من المستوى دياله، يعني الكلام اللي تقال عليه طيب سيري كلام في مؤخذة أيضا لا ذكر باش نكمله لأنه هو مهم باش نكمله. ثار عليه أكثر، إذن كانت انتظارات ديال عباد الله منين ثارت عليه كل شيء ديك الهضرة، إنك تعرف الناس، أنت أنا هذا أي واحد في زمان فيه الأزمة ما فيهاش الخدمة ما فيهاش كذا، مني كنلقاو شي وزير شي مسؤول كنمشيو عنده كنبوسلو اليد، أمهاتنا أبائنا الشعب المغربي كامل. شوف السيد رئيس الحكومة حينما ينتقل كم من رسائل كيعطيو له، كم من كذا، شي خطرات زعيم جمعية صغير، أنت إلا مشيتي دابا طلعتي لشي جبل ما كيعرفوش الكرافات ما كيعرفوش الطنوبين ما كيعرفوش البنكة ما كيعرفوش. أنا نهار اللي كنت في البادية وشفت أول طفل جامل المدينة وكنقولها لك هربت، بيض زوين ما موسخش كذا محسن، أنا كنت خنونة كذا ما هربت. نهار اللي شفت أول مرة الخبز الأبيض اللي كناكلو دابا، ما صحاب ليش خبز، صحاب ليا كياكلوا كنت كنديروا في الخبز الكحل ديال الشعير كنقسم صحاب ليا بحال الفروماج. لا يديك واحد الحاجه اخيره فيما يتعلق بتسيير يعقوب المنصور، هذه النقطه اللي بغيت نوصلها. كاين وحده المدينه حزب الاثار والمعاصره في الرباط في المعارضه، عرفتي شكون اللي كيعطي المناح؟ عرفتي شكون اللي كيعطي المناح والفلوس للمقاطعات؟ كيعطيها مجلس المدينه الرباط، هي وحده المدينه. ومع ذلك أمام الملا كنتحملوا مسؤوليتنا ونتحاسبوا عليها، لأن كان خصنا نديروا واحد الحاجة. منين وصلنا لهذا المستوى؟ الأسرة والمعاصرة في يعقوب منصور ما عندوش إمكانيات ولا ما كتعطوش إمكانيات، كان خصو واحد السوارت ما حطهمش، خصو يتحاسب، خصني نتحاسب، خصك أنت وعائلتك والشباب اللي كاينين في يعقوب منصور. أنا عشت في يعقوب منصور سنين، الشاب اللي كان في يعقوب منصور والشابات اللي كان في يعقوب منصور يقولوا لا لحزب الأسرة. طيب طارق وجه طارق اسمح لي سي عبد العزيز، طارق وجه نقطة مهمة ومؤخذة مهمة، وقال بأنه الوجوه التي استقطبها حزب البام لا تبعث على الثقة، وقال بأن تجربة التدبير
وعطى مثال يعقوب منصور فشلته، هذا امر تعترفون بصعوبه العمل على مستوى الميدان، ولكن قال ما اهم وهو اهم من ذلك، وقال بانه مستقبلا لا يثق هو في حزب الاسرى والمعاصر. وهذا هذه نقطه اريد ان مرتبط بنفس ذات السؤال، هو العمق الناس كلهم في المواطنين، خلي السياسيين اللي عندهم حسابات وكذا تيشوفوا واحد العمق كيفاش التجميع ديال الأصالة والمعاصرة بحال واحد الطاجين مغربي بسبع خضاري، ها الأعيان، ها رموز اليسار، ها رموز اليمين، ها شتات، ها إطارات لا يمكن يعني إطارات فاعلة إلى غير ذلك، مدنية سياسية إلى غير ذلك. هذه العملية كلها تجعل أولا تتخلي بأن البنية التنظيمية هشة ديال هذا، ثانيا الموقع الايديولوجي ديال هذا تيخليه هش ايضا، ما تيخليش عنده قوه للاقناع ديال مختلف الناخبين. طيب. باش تفضل سي رمضان. اولا ربما السي عزيز يعني في هذا المستوى اللي كتذكر عليه، نشأت حزب الأسرى والمعاصره كان في الاول على قاعده تقريرين، لهذا التقريرين لا يمكن أن يشكلوا بأي صيغة من الصيغ توجه إيديولوجي. توجهات الدولة أساسا. لا يمكن أن يشكلوا. تقرير 500 وتقرير هما ليسوا بتوجهات، هما ليسوا بتوجهات الدولة، لأن الدولة شكون هو؟ شكون هي؟ هذا سيد العربي مساء الخير. مساء الخير يا كرام. تفضل. سؤالي مساء الخير سي العمري، سؤالي بغيت نركزوا على رساله الرتاء ديال السي صلاح الوديع بعد مغادرته لاجهزه الحزب، يعني كيبان هذه الرساله ان هناك انتقادات كيوجهها للحزب، تعليق على الانتقادات او على هذه الرساله. اولا انا ما قريتش الرساله يعني صادقا، ربما نشرت هي منشوره يعني. لا ربما تنشرت من الصحافه يعني ماشي استخفافا. بقدر ما يعني ماشي اي حاجه تنشر تقرا. تكلم فيها عن المحاسبه في مقابل المسؤوليه، تكلم فيها عن العمل الجماعي، عن الجرأه على الاختيار، على نقد الذات في الوقت المناسب، وكانت فيها مجموعه من الرسائل، جاء البعض منها واضح والبعض منها ربما جاء مرموزا مشفرا لاعضاء الحزب. على اين انا مارست النقد الذاتي؟ على الهواء مباشره. زعما ما كاينش شي نقد ذاتي قداده في العالم، مارسته أنا كإلياس ومارستو حتى كحزب، وأكيد بأننا ما دام نمارس نخطئ. والسي صلاح الوديع كأيه المناضلين والمناضلات اللي أسوا هذا المشروع، اللي سهروا على ولادته واللي ساهموا بالمجهود المادي والمعنوي والأدبي في إنجاحه، يرى خلل. والخلل يعني اكيد ماشي كاين غير واحد، ماشي غير صلاح هو الذي يرى هذا الخلل. انا قلت لكم كاين واحد العدد الامور اللي خصها تبنى داخل الحزب. كنحاولوا ما امكن، لان احنا بشر، كنحاولوا ما امكن نصحوا الاختلالات اللي كاينه، وكنحاولوا ما امكن نوضعوا نفسنا هنا اشاره، ماشي غير قواعد الحزب ولا مناضل الحزب للمحاسبه، بقدر ما هنا اشاره الرأي العام المغربي. طيب المجتمع المغربي. سي صلاح الوديع اللي كنعرفوه يعني هو غني عن التعريف، ناطق باسم الحزب سابقا، كيغيب اليوم على الأجهزة، يعني سؤال بسيط ويعني وبسرعة، واش هو غاضب أو مغضوب عليه؟ أنا صعيب باش نتذكر في مكان سي صلاح الوديع، ولكن اللي ممكن نقول لك وهو أنه سي صلاح الوديع كيحضر في الأنشطة ديال الحزب، كان آخر نشاط استقبل بمعية الأمين العام مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس في مقر الحزب بصفته الحزبية، ماشي بصفته كشاعر ولا بصفته كمناضل في أجهزة الحزب، هو عضو المجلس الوطني للحزب، يساهم من موقعه في مؤسسات متعددة ديال الحزب، ربما عنده مؤاخذات على الاداء ديال القياده ديال الحزب، سياتي المجلس الوطني اللي هو. طيب حتى نتعرف على حجم هذه الانتقادات يا سمحتي السي العمري، هناك حديث عن خط صحيحي له ملاحظات كثيره على الطريقه التي يتم بها تسيير الحزب بقياده كل مصطفى الباكوري الامين العام للحزب والياس العمري رئيس اللجنه الوطنيه للانتخابات، ما مدى صحه
هذه الأخبار عن وجود خط صحيحي وعن حجم هذا الغضب أو الاختلاف داخل حزب الأصالة والمعاصرة؟ صادقا أستاذ إكرام، النهار اللي تقال لي هذا الكلام بالتليفون بأنه نشرت في أحد الجرائد اليومية خط صحيحي كذا، هذاك النهار مش عارف فرحت، وكنت في واحد الوضعية ماشي تلت ماك مع الازدحام ديال العمل، فرحت واحد الدرجة لا تتصور، لدرجة أن ولادي في الدار قالوا لي شو قالك، عرفت بأنه الحزب إلا بدا كتولد داخله حركات صحيحية، إلا ولا كتولد داخله أصوات تعبر عن اجتهادات عكس الاجتهاد المعبر عنه، فأنا ذاك يعني كلنا غادي ننامو مطمئنين على مصير الحزب. سعيد، على ذكر هذه الأصوات وانسحاب مرة أخرى وركز على هذا على السي الوديع وعلى السي بلكوش، واش يمكن نتكلموا على عودة حمى حرب تيارات داخل الحزب؟ أولا والحديث عن الفصيلين، عن الأعيان والتوجه اليساري إن صح القول. كاين أولا أكثر من فصيلين، هاد الثنائية ديال الأعيان وديال غير الأعيان، هاد الثنائية في السياسة وحتى في الثقافة غير علمية نهائيا نهائيا. كاين اجتهادات، كاين اجتهادات داخل أي مؤسسة حزبية، كانت بام ولا شي مؤسسة أخرى، هاد الاجتهادات تتنافس فيما بينها، كانت استمرت وكانت حول المؤتمر، حول تاريخ المؤتمر، حول طريقة انتداب المؤتمرين، حول كذا، إلى الاختلاف الذي كان حول مشروع الفكري، مشروع الأرضية اللي تقدمته للمؤتمر، فإبان تصويت المؤتمر بأغلبية على المشروع اللي أصبح الآن هي المرجعية الفكرية للحزب، هذه ماشي ما بقاوش التيارات، موجود هاد الاجتهادات، ويجب أن يكونوا هاد الاجتهادات وهاد التيارات، وكيعبروا على رأسها وكيقلبوا هاد التيارات في قواعد الحزب مستقبلا، سواء في المجلس الوطني ولا في المؤتمر المستقبلي، باش يغيروا البنية التنظيمية للحزب، عندهم الحق يغيروا التوجه الفكري ديال الحزب، عندهم الحق. غير هو اللي صعب أننا نفهموه ونستوعبوه، هو أن كيفاش الحزب يمكن يتحمل الخلافات داخله. ما مثلا أنا نعطيك مثال، يمكن ليش نتصور أن مثلا طاهر شاكير يتعيش مع خديجة رويسي أو صلاح الوديع مع مصطفى الباكوري، فكاين خلافات بين هاد لا، أولا إلا كتذكر على أشخاص صلاح الوديع أو الباكوري، أسسوا حركة لكل دولة. نحن كنتكلم على توجهات أيضا، نتحدث عن اختلاف جوهري في الأفكار وفي الاختيارات أيضا. بكل صدق يمكن طاهر شاكير عنده تصور للأشياء، كيعبر عليه، كيدافع عليه، كيجي للمجلس الوطني كيدافع عليه، كيجي للفريق الحزب كيدافع عليه بطريقته، ومحترم من طرف المناضلين ديال الحزب، تقدم القيادة ديال الحزب الانتخابات ما جابش، هذا ما كيعنيش بأن ما كيمثلش، صوتوا عليه يعني واحد النسبة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني، مادام صوتوا عليه واحد الاعضاء كبيره من المجلس الوطني، ماشي صوت على راسه بوحده، اذن يمثل ما يمثله داخل الحزب، يجب الاستماع اليه. ولكن في نهايه المطاف التدبير ديال اي اختلاف سياسي في اي مؤسسه كما بغات تكون، منين كنجيو ناخذوا قرار، ننتقل في لحظه معينه من القناع والاقتناع إلى لحظة أخذ القرار بالأغلبية. طيب، الأمين، منصب الأمين العام داخل حزب الأصالة والمعاصرة يتطلب أولا أن يحقق شرطا أولا وربما وحيدا، هو تحقيق التوافق. هل نجح في ظل هذه المعطيات والحديث عن هذه التجاذبات بين تيارات كثيرة داخل الأصالة والمعاصرة، هل حقق فعلا وحتى الآن مصطفى الباكوري هذا التوافق؟ وهل كان هو المرشح الأنسب لتحقيق هذا التوافق، مع العلم أن اسمه لم يرد إلا ربما في الأسبوع الأخير، وكان الاسم الذي كان يتردد بقوة أكبر هو اسم سي بن شمس؟ هذا الشيء لله يكرم، باش قلت لك إلا أخذت ما يقال ليس هو الواقع.
تفضل قلنا ما هو الواقع إذن. هو الواقع هو أن السي بن شماش رئيس المجلس الوطني. والواقع هو أن السي البكوري أمين عام ديال الحزب. إذ ما كان يقال ماشي هو الواقع. لا الواقع تحدث عن كواليس. لا لا كواليس اختيار الأمين العام. لا كواليس اختيار الأمين العام هي هذه. هو السي بن شماش رئيس المجلس الوطني، إذا كل ما قيل ماشي هي الحقيقة. السي بن شماش ماشي هو الأمين العام، والسي مصطفى البكوري هو الأمين العام. هذا اختيار ديال مؤتمر. هل صحيح أن السيد أن اسم السي مصطفى البكوري ذكر أو استحضر في آخر لحظة، يعني في الأيام الأخيرة؟ أبدا أبدا، مصطفى البكوري كتعرفوه من المؤسسين ديال هذا المشروع. طبعا الالتزام الحركه لكل الديمقراطيين، ولكن لم يكن قريبا من حزب الاصاله المعاصره. وانت كتعرفي بان السي مصطفى البكوري يعني في انتخابات الجماعيه اللي كنتذكروا عليها كان داخل المقر، يستقبل يستقبل كمناضل، يستقبل النتائج وتصور في التلفزيون. وربما هذه من واحد المسائل، ربما لا اقول بان ربما اللي خلقت له المتاعب يعني في المهنه ديالو. ولكن مصطفى البكوري كان وعنده بطاقة، تعرفي بأن بطائق الانخراط ديال الحزب بحال البطاقة الوطنية، يعني منين كتاخذ الرقم، الرقم ما ممكنش تبدلو، كيبقى نفس الرقم، ما غاديش تبقى في الحزب هذاك الرقم ديالك بسميتك، كيبقى هكاك. انا هذا السؤال الاخير لك سعيد، وانطلب منك اجابه في في جزء من ثانيه. تفضل بسرعه. سؤال بسيط، هل في انتخاب السي باكوري انتصار لجناح على حساب اخر؟ في جملة انتخاب السي باكوري انتصار للحزب وللديمقراطية ولثقافة سياسية جديدة. طيب سؤالي أنا الأخير لو سمحتي يا سير عمري، كانت هناك حساسية كبيرة عشناها في الإعداد لهذه الحلقة، في إعداد الروبورتاجات سياسيون من أحزاب مختلفة رفضوا الحديث عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما تعليقكم وما تعليقكم أيضا عن قصة أخرى تولد وترجعنا مرة أخرى للتعامل المفرط والحساسية المفرطة في التعامل مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهي قصة أو قصاصة مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أي إف بي، والتي أشارت لعلاقة حزب الأصالة والمعاصرة بالسلطة. لا اولا يعني نشدوا وحده بوحده، انت كديري انت كديري عنوان كبير وكتطلبي جواب صغير، ما ممكن. يعني فيما يتعلق بالفاعلين السياسيين الاخرين اللي مشيتوا نتوما تجيبوا رايهم ما عطاوكمش الراي، كان من المفروض وما تسوليهم هذا السؤال. انا كنطرح عليك سؤال انت. لا انا صعيب، لان انا ملي كنمشي نطلب لهم الراي انا يعني كيعطيو لي سواء عندهم مشكل من التلفزيون. أنا ملي كنمشي عندهم. طيب أنا سؤال ثاني، سؤال ثاني، سؤال ثاني فيما يتعلق بالقصصة، سولي وزير الاتصال. لا أنا أسألك أنت، أسأل حزب الأصالة والمعاصرة الذي ورد اسمه في هذه القصصة والذي ربط اسمه بالسلطة. أنا على حسب ما تعليق الحزب. أنا على حسب البلاغ اللي شفت ديال السيد وزير الاتصال يتحدث على القصر. ما كيتكلمش عن حزب الأصالة والمعاصرة. تعليقكم على هذه الخطوة؟ ميلا كانت تعليقكم على هذه الخطوة على قرار، عرفتي أنا كنت غنفرح بزاف إلا كان دارها هذاك وزير الاتصال منع السي عمر بروكسي قبل التصويت، كانت غتكون رائعة، لأن كان غادي تزادوا لنا بعض الأصوات يكون نجحنا. ولكن مع كامل الأسف دارها، مع كامل الأسف دارها من بعد 90 دقيقة يعني تنتهي هنا. إلياس العمري شكرا لتلبية الدعوة. إلياس العمري عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة. أشكر عبد العزيز كوكاس رئيس تحرير المشعل الذي رافقني في الجزء الأول، شكرا.